تعرفوا دائما بلي التحضيرات يعني بعد النصفيه تاع رمضان رايحه تكون دائما العيد الفطر، التحضيرات تكون خاصه بحلويات ولكن كلها حلويات جافه دون تكلفه كميه كبيره، والبنه اكيد رايحه تكون مع البرنامج. حنا نشوفوا الان يعني ثلاث كيفيات. الاولى رايحه تكون تقليديه محضه 100% محبوبه عند الناس كامل، ما نستغناوش عليها في العيد نقدر نقول، وزوج وصفات الباقيين رايحين يكونوا حلويات جافه. اذا الوصفه الاولى اللي اخترناها رايحه تكون غريبيه دايما، يعني كل عام تقولي لي عاودي لي الوصفه تاع الغريبيه نديرها في العيد لانه ناقصه حلاوه، ووصفه تقليديه يحبوها الناس الكبار دايما، ولازم تكون يعني التقليدي هو تقليدي، ولكن الطريقه اللي لازم تنجح بها بزاف الناس تخرجهم من الغريبيه يابسه. انا قلت لكم بلي الغريبيه يعني مديتها لكم عده مرات، ولكن اليوم رايح نعاود نفس الوصفه برك نبسط لكم في الوصفه باش تفهموها اكثر واكثر. الغريبيه تحب بزاف العجين، يعني تعجنوها مليح مليح، اللي عنده البيتخا معليش رايح تجيه احسن البيتخا، ولكن ماشي بالفوي، نديرو الكا يعني الورقه ماشي اللي تلون العجين، اللي تخدم لي كريم ماشي اللي تخدم العجين وماشي اللي طلع البيض، ندير الورقه. ولا ما عندكش معليش نخدمها بالكف تاع اليد، ولكن نعطي لها حقها في الخدمه، سخانه تاع اليد رايحه تعطي لك نتيجه مليحه مع الغريبيه، وتجيك مشققه وتجيك مطريه، بزاف الناس تجيهم يابسه. هنا في الاول في الوصفه هذه كان يعني في الكتاب تاعي الخاص بحلويات الجافه، ولكن يعني بالغرفيه بالكيل، اليوم نعطيها لكم بالميزان، نفس الكيل يعني طلعتو بالميزان. هنا وقلت باللي حلويات ولا السيدات راهم يعني قادره تصرف حوايج اللي ماهيش في بلاصتها، والميزان راهو رخيص بالبزاف ماهوش غالي، مليح لك بزاف الميزان في الدار خاصه يعني في ايامات العيد. هنا واش نحتاج؟ 250 غرام سمن الطري ماشي داير حبايب، 250 غرام دهان نوعيه مليحه ويكون الطري درجه حراره الغرفه يعني كيما راه تفرغيه من البواطه، نفس المكيال 250 غرام تاع سكري غلاس يعني سكر ارطب، 250 غرام تاع الزيت، نعاودو 250 غرام سمن، 250 غرام سكر ارطب سكري غلاس، و 250 غرام تاع الزيت، ما تروحيش تكيلي ديريهم بالغرام. هنا بنعطي طعم للسمن نتاعي ندلو مغرف تاع الزبده، مغرف تاع ماكله كبيره تاع الزبده، باكيه تاع خبزه تاع الحلوى، رشه ملح ورشه لافاني ورشه تاع القرفه، يعني الوصفه التقليديه نحبوها بالقرفه، اللي ما يحبش يدير القرفه دي وزاز تاع القارص. وعندي باكيه قلت خمارة تاع الحلوى وكيلو فرينه، كيلو فرينه بالتمام. الا كانت النوعيه مليحه تاع الفاينه راكم تعرفوا، قلت لكم بلي وحده تعرف يعني من السمن اللي مليح الفاينه اللي مليحه اللي تخرج على يدها، ما تعرفش تقصي البائع راه يبري لك، ودائما الحاجه المليحه تكون غاليه على روحها، ولكن ماشي فرق كبير. دائما انا كي ندي كي نختار يعني المنتوجات تاعي جوده مليحه رايح نربح الوصفه تاعي، ولكن كي نروح دائما الحاجه اللي ماشي مليحه ولا مجهوله ما نعرفش المصدر نتاعها ونروح نغامر بها في حلوه العيد، وحلوه العيد راهي فيها تكلفه، يا لو كان بيض وسكر راح تخسري تخسري، معليش هنا ندي نقتني المنتوجات تاعي يكونوا يعني ذات جوده مليحه بهكذا تنجح لي الوصفه، وما نتصادفش ايامات العيد ونعرف بلي هذيك الايامات يعني فيهم قلقه وفيهم حوايج وواحد ماذا به تخرج الحاجه ماشي رايح تفسد له، واذا فسدت معليش نقدر نعاودها، لان ايامات العيد يعني كتجربه واحد يتعلم ويدير ويجرب، ربما كاين ما عندهاش يعني فرصه غير في العيد. على هذه نختار المنتوج تاعي يكون مليح من الفارينه للزبده للزيت لكل شيء، يعني حتى للخميره، حتى الخميره راه كاينه انواع، مرات نخلي الحاجه اللي نعرفها وموالفه بها خلينا نروح لحاجه واحده اخرى. اذا هذه هي، وحتى الفاني، لافاني كي تشروها تاع الحلوى اي كاينه واحد لافاني تجي حاره، دائما قلت نسقسي البائع هو اللي يوري لي الحاجه المليحه، الفانيليا الزبده الفارينه خاصه الفارينه، هذه الحوايج ولا السمن هما اللي يعطوني حلوى تكون مضمونه بيا. اذا هنا هذه فقط كفكره، نولي للغريبيه. هنا في البيتخا نحط ولا في الجفنه راني نقول في زوج، نحط السمن طري 250 غرام هكذا كيما راه، ما يكونش من الفريجيدار يكون برا في المطبخ،
نحط عليه الزيت ونخدم مليح 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 السمن مع الزيت. هذه النجاح الاول، السر الاول. نزيد لهم هذاك السكري غلاس واني نخدم حتى تولي لي كيما الكريمه، تولي كيما الكريمه بيضاء. السمن والزيت وسكري غلاس وديك المغرف تاع الزبده نخدمهم مليح. ندير لهم الملح ولا فاني والقرفه، هذو كاملين نخدمو. من بعد نجيب باكيه تاع خمارة تاع الحلوه نحطها، والفارينه نحطها بالعقل. انا قلت عندي كيلو فارينه نحطو كاع، ولكن نحطو بالعقل. كاين فارينه اللي ما تشربش، نحطو بالعقل وراني نحك يعني بين يدي كيما نحل نحكو الكسره تاع الحمضه تاع الشعير. تحكي مليح مليح بيديك، ولا بيتخاري يعني الدور نتاعها غيتخدم لك مليح العجينه حتى تشوفي بلي العجينه تاعك ولا طريه. هنا فم تشديها وتوزنيها. الغالبيه ما تكونش صغيره، حقيقه الحلوى التقليديه تكون كبيره، 50-55 غرام تجيك قيس قيس. اوزنيها كرات، كل كره كوريها بيديك، ديري ورقه طه وحطي كره بعيده شويه على كره. الغالبيه هنا تحبوا ترشوا لها القرفه، انا نحب نحط لها حبه تاع اللوز. هذيك اللوزه كي تحطيها راح تشقق لك الحبه تاع الغريبيه، باه تنجح لكم وتتشقق لكم الغريبيه. ما لازمش تكون العجينه طريه. الا شفتي عجينتك طريه هنا لازم عليك عارفي بلي الفارينه شويه ما تشربش، زيدي لها شويه تاع الفارينه. ما لازمش تكور لك سهوله، يعني انا نكور فيها تشقق. والغريبيه باه تشقق لي في الكوشه لازم عليها تريح، ما تطيبش في فم. خدمتيها وكورتيها درتي لها اللوز تاعها ولا القرفه، غطيها وخليها، تخليهاش يعني للهواء، غطيها. درتيها الصباح طيبيها العشيه، تشوفي الفرق. ما تطيبيش الغريبيه فم فم. انا مرات نلونها في الليل، الصباح نطيبها، ولا الصباح في الليل نطيبها. طيبوا الغريبيه، تحب بزاف الفرن يعني تاع المروحه ما عندكش معليش، نقصي للكوشه تاعك 180 درجه وخلي الغريبيه تاعك تطيب بالعقل. الغريبيه وقفت تتشقق نهار اللي تطيب تشوفيها باللي بيضة، ما تطيبش حمراء، تطيب بيضة. ولكن كي تتشقق طفي عليها النار، عادي باللي فم خلاص دخلها الطياب، غير تشوفيها تفتحت، خليها تفتح شويه، ولكن فم عارفي هي ما تفتحش من الاول، تفتح كي تطيب. ذاك الوقت طفي عليها النار، ما تمسيهاش خليها تبرد، من بعد ديريها في علبه محكمه الغلق. غريبيه ما تتخباش برا للهواء، دوك مع راهي سخانه في علبه محكمه الغلق وتخليها يا ذاك العيد. هذه هي كانت الوصفه الاصليه التقليديه المحبوبه خاصه عند الناس الكبار تاع الغريبيه، وناجحه من اول مره 100%. اذا بعد اللي شفت الوصفه الاولى رايحين نشوفوا الان الوصفه الثانيه، حلوى جافه. نعرفوا باللي نحبوا بزاف لي غاتو ساك يعني في العيد، ولكن اللي ما يكلفوش. رايحين نشوفوا دي سيجار تاع الشوكولا، اصابع الشوكولا، ولكن غلاساج فيريرو. راكم درت لكم يعني عده مرات هذه التغطيه هذه تاع الشوكولا، تاع الغلاساج هذا نتكلموا عليه يعني الحين تقديم الوصفه. بالنسبه للمقادير تاع العجينه هنا نعطيكم كميه صغيره، دائما ما نغامرش في العيد، ندير كونتيتي صغيره تنجح لي نزيد نعاود، وكي تكون كبيره فيها 500 غرام في زبده ولا معليش نقسم العبر، ندير عبر صغير من بعد نشوف كيف يخرج لي واحد مع يكون صايم مع يكون عيان. كي يخرج لي العبر الصغير نعاود الوصفه، نعاود نفس العجينه. هذا ما كان كي تقول لك لا لا انا نحب نلون عجينه كبيره ونتهناو الريح، معليش انا راني هكذا راني نخدم وعمري لنون عجفنه كبيره. دائما الرون بالعبر يكون صغير، حتى يعني مع التلاميذ نتاعي نلون عبر صغير من بعد نزيد عبر صغير، لانه كي دير عجينه كبيره مش حتخدم مليح، وإلا خسرت لك راح تخسر لك كاع، لانه نعرفوا بلي يصراو يصراو الحوايج. نغامر بحاجه غير صغيره. اليوم نعطيكم مقادير تاع السيكا تاع 250 غرام مارغارين طريه، 250 غرام مارغارين تكون طريه. عندي مع المارغارين هذه زوج مغارف تاع الزيت، وما تقوليش ما نديرهاش، زوج مغارف تاع الزيت. عندي زوج مغارف تاع الشوكولا تارتيني، ماشي الشيكولا اللي نذوبوها، شوكولا طالا زوج مغارف. عندي زوج حبات تاع البيض، يعني زوج زوج، 250 غرام مارغارين طريه، زوج مغارف تاع الزيت. عندي زوج مغارف شوكولا تارتيني ولا شوكولا طالا، وزوج حبات تاع البيض. عندي ايضا رشة ملح ورشة تاع لافاني دايما، مغرفة صغيرة تاع قهوة خمارة تاع الحلوى، ونحتاج باكية تاع فلو ذوق الشوكولا. هنا ما عنديش هذا السيجار يكون قابل الشوكولا، ما عنديش السكر، نحتاج فقط الفلو لأن الشيكولا حلوة والفلو يكون حلو. نحتاج علبة صغيرة اللي نديروها في نص ريتلة تاع فلو ذوق الشوكولا.
عندي ايضا كاس تاع المايزينا والفارينه نلموا بها العجينه تاعنا. نعاود المقادير: 250 غرام مارغرين طريه، زوج مغارف تاع الزيت، زوج مغارف شوكولا تارتيني، زوج حبات تاع البيض، كاس تاع المايزينا، باكيه تاع الفلون تاع الشوكولا تكون صغيره، رشه ملح ورشه تاع لافاني، ومغرف تاع قهوه صغيره خميره الحلوه، والفارينه نطمو بها العجينه تاعنا. الكلاصاج نتكلموا عليه الحين تقديم الوصفه. اذا هنا كيف نحضروا السيجار تاعنا؟ هنا لازم لي الباتور، لازم الباتور. الباتور يخفف لي العجينه ويخلي الحلوه تاعي تجي هشيشه. هنا نخدم المارغرين مع الزيت، مليح مليح ديك الزبده مغارف زيت ندخلوها في المارغرين، هذه قاعده. كي تكون الزيت لازم تدخل في الزبده. من بعد نضيف هذيك الشوكولا الطلا يعني شوكولا تارتين، ونزيد نضرب الباتور. من بعد نزيد الفلون ونزيد نضرب مليح مليح بالباتور، ندير الملح وندير الفاني باه نضيف البيض، زوج حبات البيض، ونزيد نضرب حتى تولي كيما الكريمه. كي نخدم الزبده مع الزيت مع الشوكولا مع الفلو تولي كيما لا كريمه، ذاك الوقت باه ندير البيض. كي ندير البيض نزيد نضرب وندير الكاس تاع المايزينا ونضرب بالباتر. هنا ركزوا معايا، كي ندير المايزينا وندير الخميره رشه صغيره تاع خميره يعني مغرف صغيره، نضرب بالباتر نحبس الفارينه ندخلها بيدي. الفارينه دوك المهم عجينة تكون ماشي طريه، لو كان تكون عجينه طريه راح السيجار يطيحوا يعني في الكوشه، لازم عجينة تكون ناشفه. راني نلم بالفارينه ونشوف حتى تحصل العجينه اللي نقدر نوزنها ونكورها ونديرها حرابش يعني دي سيجار. نلمها كامل بالفارينه، من بعد نوزن كرات. هنا على بالكم الميزان ضروري، لازم توزني، ما كاش عينك ميزانك يعني في الكاطو باه تجيك حبه على حبه يعني كامل يجو كيف كيف، والميزان يعطي لك كميه كبيره. هنا كي دير وحده كبيره وحده صغيره الميزان يقطع لك، يجو 20 يجو 20، قادره بيدك تجيك 15. هنا اوزنيهم كرات صغار 20 25 غرام، دوك انت وشحال تبغي السيجار ما يجيش كبير، اوزنيهم حبشيهم، ديريهم ديس اصابع يعني دي سيجار، سد فيهم في سنيوع على ورق الطهي، وحلوى الجافه عمرها لا تطيب في نهارها، ماشي في نهارها يعني في ساعتها. دايما لي كاطو تاعك لازم يشربوا، تشرب في البلان تاعهم، شكليهم كامل غطيهم وخلي الحلوى تاعك تشرب. بزاف الناس يتقلقوا تلون من الطيب منه، انا ضد هذه الفكره، نلون الكاطو تاعي، نشكل الكاطو، نشكلو كامل لي كاطو تاعك ما تخافيهمش. من بعد كي تشكليهم ديريهم في البلا وغطيهم كي يريحوا ساعتين على الاقل. معليش درتي الحلوه تاعك الصباح مور المغرب طيبيها، درتي الحلوه تاعك يعني مع الصباح معليش اعطيها وكنتي قلقان عليها اعطيها ساعتين راحه. من بعد طيبي لي سيجار، طيبيهم حتى ينشفوا 180 درجه بلا ما ينحرقوا. الحلوه ما نمسهاش كي تكون سخونه، خليها تبرد. من بعد نوجد لها كلاصاج، كلاصاج فيريرو كنا درناه يعني مره من المرات في الاذاعه، هو شوكولا ذايبه والقاعده تاعو زوج علب تاع شوكولا، العلبه فيها 100 غرام يعني زوج علب تاع شوكولا اللي هي 200 غرام نذوبها حمام يعني. بعد اللي نذوبها نحيها من فوق النار، الشوكولا ما تنحرقش على النار، نار تكون قليله والماء يكون سخون، وكي تذوب النص يعني ذوبان نحيها ونكمل عليها بالمغرف برك برا من النار فوق هذاك الماء باه ما توصلش لدرجه عاليه وتنحرق. بعد اللي تذوبي هذه لها زوج مغارف تاع الزيت، زوج مغارف تاع الزيت تخفف. من بعد تكوني محمصه الكاوكاو، يكون محمص خشين على حبه كي طعام، تحمصيه تطحنيه وتغربليه، كي تغربي ديري داك الراس الخشين، هذاك هو اللي ترميه في ديك الشيكوله، يبدا عندك كلاصاج فيريرو يعني يجي حبه بحبه. من بعد تشدي الحلوه تاعك تطليها كامل ديريها على الشباك وتطليها، تطليها كامل تغطيها، يجي هذا الكلاصاج هو الزينه بروحو يعني تزين بروحو، يجي محبب من الفوق. تطلي هذوك لي سيكا وتخليهم ينشفوا. الحلوه اللي فيها الشيكولاه كي تطلعوا عمركم ما تخلوها فوق الكارياج فوق السلك اللي تطلي عليه، لانه كي تنشف ريحه تنشف مع هذاك الكارياج، كي تجي تنحيها هذه الحلوه جافه ريحه تلصق ويقعد نصها في هذاك السلك. يعني نهضر مع المبتدئات، انا مانيش نهضر مع عامه الناس، كاين مبتدئات مساكن ما يعرفوش الخطوه هذه. اذا هنا غير تشوفيها طليتيها قطريها مليح حطيتيها على ذاك الكارياج، ومن بعد عاودي حوليها ديريها على ورق الطهي ولا فوق البوطاجي ولا فوق الطابله على كاش سيلوفان ولا الومنيوم وخليها تكمل تنشف. من بعد تنحيها ديريها في الكيسات ما ديريها حتى ديكور، لانه كلاصاج فيريرو هو ديكور بحد ذاته
وتخبيها، يعني تقطع بزاف كميه هذا المقادير تاع لكم، وتجي دي سيجار بالشوكولا بنينا لانه فيها شوكولا تارتيني، فيها شوكولا الداخل تاع الفلون، وفيها غلاصاج هذاك تاع فيروجي بنين، وفقط بالكاكاو. ما تكلفيش نفسك وما ديريش باللوز، راكم تعرفوا يا ما كحيت. بالنسبه للوصفه الثالثه اللي اخترتها اليوم رايحه تكون مخبز تاع حلوه الدرك. علاقتو التسميه تاع الخبز لانه تحكمي فيه كيما تحبي، تقدري ديري الديكور اللي تحبيه. خبز حلوه الدرك، هنا واش نحتاج في المقادير؟ عبر غير صغير، 250 غرام مارغرين طريه، الذوق نتاعو خيالي. 250 غرام مارغرين تكون طريه. عندي نقدر ندير 250 غرام كيما تقدروا ديروا يعني 500 غرام. دوك هنا تتحكمي في الوصفه اللي حبيتي ديري بها اشكال واشكال. مثلا نديروا 500 غرام مارغرين، نديروا 500 غرام مارغرين تكون طريه. عندي كاس تاع حلوه الدرك، حلوه الدرك شويه تاع الميزان، ما تشوفوش تاع البواطه، تاع الميزان كتفتت بسرعه. كاس حلوه الدرك 500 غرام مارغرين تكون طريه. عندي نص كاس تاع سكري غلاس، نص كاس تاع سكري غلاس، مغرف تاع لافاني ومغرف ولا رشه صغيره تاع الملح. عندي ايضا شويه تاع الخميره تاع الحلوه، مثلا نص باكي تاع خميره تاع الحلوه في 500 غرام. ونحتاج الفارينة، عفوا واش نحتاج؟ 500 غرام مارغرين طرية، كاس معمر بومبي حلوة الدرك، نص كاس تاع سكري كلاص، رشة ملح ورشة تاع لافاني، عندي نص باكيتة خمارة تاع الحلوة، ونطم العجينة تاعي بالفارينة. هذا الحلوة تجي كيما حلوة القاطفة اللي في الكتاب تاعي، لأنه فيهاش البيض، تجي كيما حلوة القاطفة. هنا كيف تنخدم؟ لازم لك الباتور ولا ما عليش، يعني تقدري ديري بيدك. هذا المخبز كيف تخدموه؟ في جفنه تخدمي المارغرين مع سكري غلاس وحلوه الدرك حتى تولي ما تبعدش. قلت كاس بومبي حلوه الدرك يعني معمر، كي ندير 250 غرام ندير فوق النص شويه، يعني نص كاس ونزيدلو شويه تاع حلوه الدرك. نخدم مليح مليح سكري غلاس مع المارغرين مع حلوه الدرك والملح والافاني. كي نخدمو نضيف لهم نص باكي خميره الحلوه ونلم بالفارينه. المهم تحصل العجينة تكون اللي نقدر نحلها بالحلة كيما تاع الصابلي، تلميها بالفارينة تغطيها ترتاح واحد ربع ساعة تولي ليها. حليها على بابي بالحلال، وكي تكوني رايحة تحلي على الوجه نتاعها يعني ما تكونش رقيقة بزاف، تكون شوية متوسطة. كي تكوني رايحة تطبعيها زيدي حطي ورقة الفيلم من فوق ولا ساشي، يعني ساشي عادي كيما تطبعوا المخبز. حطي ساشي على الوجه تاع العجينة، ما تطبعيش مباشرة، طبعي فوق الساشي، حطي ساشي وطبعي الشكل اللي بغيتيه، مربع، قلوبة، دوائر، مثلث، الشكل كاينين دوك في المحلات يعني اللي مول تاع البلاستيك على راسهم. الشكل اللي بغيتيه طبعيه، المهم يكون سامبل يعني مدور ولا مربع ولا مثلث ولا مقروطة، طبعيهم بهذاك الساشي من بعد رفديهم. كي طبعي بالساشي الهدف تاعو يجيك بومبي، يجيك حبة كيما تاع المخبز، ما تجيش مبلاطية، تجي بومبي يعني شوية طالعة. حطيهم في سنيوة يرتاحو شوية من بعد طيبيهم. العجينه اللي بقات لك مثلا شكليها كيما مشوك، ديري كويرات كيما شكلو المشوك وحطيها في سنيوة. عجينه واحده اخرى شكليها اصابع، يكونوا غير شويه صغيورين، ولكن دوك لي سيغار ماش يكونوا اصابع كيما الحلوه الاولى، يجوا منو من يعني شويه رقه وفي الوسط شويه خشن، تجي الحلوه كيما اصابع زينب، تجي شويه خشينه. مثلا نعطيكم افكار فقط، يعني الشكل هذا يولي ليكم. من بعد تخدمي الحلوى تاعك ديريها طيب تنشف، طيب يعني تجهشيها شيشه، تعملوا معها برفق، وتروحي توجدي الكلاصاج تاعها. واش هو عندك كميه نتاع حلوه الدرك؟ كميه تاع حلوه الدرك تكوني شريتيها، دوك ما نقدرش نقول لك شحال، ولكن شنو تاع الميزان؟ هي الذوب بالخف، حطيها في حمام مائي، فتيها فتيها وحطيها في حمام مائي حتى تذوب، تحركي تحركي بالعقل معاها حتى تشوفيها ذابت. حمام مائي كي تذوب تولي لكم كيما الكريمه، تولي كيما الطحينه، شويه ثقيله، ثقيله على المعجون، تشوفيها ذابت تولي بيضه. هذاك الوقت كي تذوب نحيها من ذاك النار وضيفي لها المعجون. راكي ديري في المعجون بالمغرف وراكي تحركي بالمغرف وراكي تحركي حتى تولي لك يعني كريمه شويه ثقيله، عفوا كريمه خفيفه. دوك المعجون ما نقدرش نقول لك شحال، المهم حتى الدرك تاعك كي ذابت خلاص نحيها وبدأي ديري لها في المعجون بالمغرف وتحركي مليح مليح حتى تولي نقدر نقول كريمه، ولكن كريمه شويه خفيفه ماشي ثقيله.
الحلوى تاعي راهي طابت هنا. مثلا الكرات اللي تكون كيما مشوك نرمدهم كاع بالبانسو، نرفد بالبانسو ذي الكريمون، نغلف الحبه تاعي تاع الحلوى ونرمدها مثلا في كوكب يكون مطحون خشين ويكون محمص، ولا نوغات كوكو تكون محمصه، ولا نقدر مثلا شيء اللي ساعته تقدر دير شويه تاع اللوز بقشورو برك يكون حبه واحده يعني يكون خشين. ولا الشكل الثاني اللي قدرتي تقدر ديري له مثلا طليه تكون خفيفه، ولا غير هو نفسه تروحي ديري هاد الكريمه اللي ذابت كامل تلبسي الحبه من برا ومن الداخل وتروحي ترميها في الكاوكاو محمص ومطحون خشين على حبه، وترمديها كامل تشبحيها بلي سوغيز بديتخي تاع الشوكولا. دوك انا الافكار تاع الديكور ما نقدرش نشرح لكم يعني عبر الاثير، يعني هنا الديكور الواحد يكون قدامك تقدري توري له، ولكن فقط بالصوت ما نقدرش نشرح لانه كاين اللي يمول في الاسواق، كاين الافكار، الفكره تاعك ماشي كيما الفكره نتاعي، دوك مقدورك ماشي كيما مقدوري، كل وحده وافكارها. انا المهم الصح في البنه في العجينه بالطريقه اللي مديتها لكم وفي الكريمه البرانيه، من بعد الشيء اللي ترمدي فيه يرجع لك. دوك هذه مساله ذوق. المهم تخدمي هذه الكريمه كي تكون نخدموا كلاصاج تاع الشيكولا كراميل برك بغيب بحال الترك والمعجون، بعد تشوفي فيها ترمديهم تولي لك الاختيار. اذا هذه هي كانت المخبز تاع حلوة الترك، سيجار تاع الشوكولا، وحلوة الغريبية تاع زمان. ملاحظة فقط شخصيا انا نشوفها بزاف في انا كعيد، نبداوها من البارح، نقدروا نقولوا البارح ولا اليوم، حتى يوم الامس انا دخلت محل تشوفي السيدة دخلت تقتني الحوايج تاع العيد بعد تخدم الحلوى، يعني تروح تقضي هنا كي تروحي تقضي الدوزان تاع الحلوى، قبل ما تروحي تقضي او بداو يقضوا من البارح قبل ما تروحي تقضي اسكو راكي عارفه شاكري حديري حلوى تاع العيد، معليش نقضي زبده وسكر وحوايج هادو، بصح علاه ندير قائمه؟ كاين بزاف سيدات تقولوا اعطيني نوات كوكو، اعطيني شيكولا، اعطيني دجدان، بصح قدرة تشري كيلو 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 وتدي تشري هذيك الشيكولا، تشري داك المعجون، تشري داك لي فخوي كونفي، تشري داك لي سوغي، اسكو راح تستعمليها؟ هنا ندير قائمه نقعد الحوانت ماشي حتى خلاص منهم القضيان، شتا كاين في الحانوت الاول تبيه في الزاوج، شتا كاين في الولايه تبيه خارج الولايه حتى المناطق النائيه، واش تلقاي في ذاك الحانوت تلقاي في ذاك لانه صوالح الحلوى تاع العين، بشموما كاوكاو معجون كاكاو هذو كاع كاينين، ماشي راح تخلص الدنيا السميد وتلقاوه، نقول حابة ديري مقروض، معليش شري السميد تاعك على البكري، تخافي ربما ما يطبق ما يخلاش، راه كاين المحلات كاين عندهم أو كاين كل خير، درك كي تروحي ديري ديك القائمة تدي زوج تاعك ولا قادرة تروحي وحدك، تقضي الروح، اسكو الحين يقعدوا لك نصهم كاين مرات ما تستعملهمش نهائيا، قدرت تغيري الفكرة تاعك تشوف واحد تخدمي تروني الكاطو تغيري كاع الفكرة تاعك، رايحة تقولي نبدل كاع الوصفة، الجدران اللي شريتيه ما تستعمليهش كاع. نوات كوكو اللي تشريها ما راحش تستعمليها كاع، هنا ندير قائمة عندي ليامات مازال أنا تبقى لي 10 أيام نقدر نقول، ندير قائمة تاعي من دوك شحال نرون، حنرون غريبية نسحقها للعيد، نكتب واش نسحق لها، عوض ما نشري عوض ما نروح نشري السمن 3 كيلو ولا 2 كيلو نشري وحدة للغريبية، إلا شتي رايحة نستعملها للمقروض ندوبلي نشري السمن تاع 2 كيلو مثلا. والسمن تاع الغريبية نستعمله هو نفسه نقدر نستعمله في ذيك الوصفة، مثلا رايح نستعمل صابلي، الصابلي هذاك واش نستعمل فيه؟ نستحق فيه المعجون ونستحق فيه زبدة وفارينة والحوايج هادو، نستحق فيه معجون والمعجون نشوف روحي بلي حنسحقو فيه حاجة واحدة أخرى، نشري كيلو كبير وصفة يعني بواطة كبيرة ولا ما نستعملوش نشري غير بواطة صغيرة باه نربح ذوك الدراهم الحاجة واحدة أخرى، ماشي إني نقول لكم أنا نوريكم مصلحكم، ولكن كاين صح سيدات ما يعرفوش انه تخفى عليها الشيء هذا، المهم تروح للحانوت تعمر مليون ولا 500 ولا 600 حوايج العيد راهم غاليين دوزا تاع الكارطو، واحد يروح يشري غير معجون وفاينة يسيب روحو في 200000. دوك هنا باه ما نشريش برك في الاول نظم روحي ندير قائمه واش رايح نستعمل، اسكو نشري كوكو ايفيلي ولا دوز ايفيلي، اسكو نستعمل لي سوغيز، الشيكولا اللي نستعملها نختار نوعيه مليحه، الكارطو نستعملو تاع الشيكولا شحال رايح نسحق، ما نشريش برك باطل. كي تقول تكتب قائمه للراجل يعني الزوج نتاعها مسكين يروح يشيل هذيك القائمه وهي مش عارفه كاع الكاطو اللي راح ديرو، حقيقه هذه كاع نعرفوها وكاع كنا عليها وكبرنا عليها، ما كيش عارفه كاع الكاطو اللي راح ديريه، تكفي برك ديك القائمه زوج تاعك تروح يروح يشريها لك،
ربحيها لحاجه واحده اخرى. راهي مصاريف العيد كبيره، راه رمضان شهر كامل هو يجبد، وراهي حوايج العيد، وكاين بعد العيد، وكاين يعني كاين اللي ما يديروا ليكول ولادهم، يعني تاع كاين امتحانات. ماشي انا نوريكم، ولكن قد ما يكون المصروف كي تنظمي روحك تلقاي روحك درتي حوايج وما يقعدولكش، كي تقعد لك حاجه حاجه باقي قليله تصيبيها المسكوت والقدام، ولكن ماشي يقعد نشري 4 كيلو كاوكاو وتقعد لي باطل. ماذا بيا انا كي نشري كاوكاو نشريه جديد نستعمله بعد العيد، ماشي يكون عندي مخبي في المطبخ، نشري كيلو ولا زوج نستحقو برك يعني في الكاط ولا في بقلاوه ولا في مثلا في كيما التمر نستعملو الاغلبيه فقط غير في المقروض، ماشي نستعملو في بزاف حوايج يعني واحد اخرين. علاه نخليه ونروح نجمدو نشري بوطه صغيره؟ هذه فقط هذه المعلومه حبيت نقولها، لان شفت بزاف سيدات يوم الامس تقطعني كل شيء يعني بالورقه، ومرات بلا ورقه تخزر برك في المحل شتا فيه. هذه حقيقه يوم الامس شفتها، تبقى واقفه تشوف شتا كاين في ذاك المحل ولا في ذيك السوبر، كاينه زبده وسكر وفارينه وكاين مارغارين وكاين الشيكولا بانواعها وصفر حتى الديكور تشريهم. مرات سيده البارح شرات حتى نيسلي كراميل وحليب نيسلي، اسكو راح دير بهم كاطو؟ ما عندهاش الفكره واش راح دير بهم. المهم تشري وتحط في السله وتقضي وتخلص وتمشي للدار. كي يلحق العيد قادره تخمم تروح دير غير صابلي، دير غير غريبيه، ماهوش عيب انو ندير حلوى، قادره شوفي تعرفي واش راح ديري، معجينه وحده ما عنديش نقتني الفارينه، نقتني سميد ونحطهم، بعدها يجوا الحوايج اخرين، واختاروا نوعيه مليحه تاع فارينه وتاع السميد تعطيكم منتوج مليح، تعطيكم حلوى مليحه. هذه فقط هذه الفكره، لانه برك وجعني قلبي يعني بغيت نقولها، لانه حقيقه السيدات كاين اللي ما تعرفش وكاين اللي دايرتها هكاك وبرك، لعل وعسى يعني توصل فقط هذا الفكره من هذا المنبر، كاين اللي دير في راسها وكاين اللي احنا نوريو للناس، لانه كامل كنا في هذا الشيء هذا، واليوم الحمد لله تعلمنا نديرو قائمه ونقضيو الشيء اللي نستحقو، نشري لافاني تكون مليحه، نشري مثلا كاين لي باتاغوم كاع تشريها، كاع العطور اللي كاينين في الحانوت تديهم، ومن بعد الباتاغوم هذاك راه يعدو صلاحيه تاعو تموت، انت ماكيش عارفه، لانه راح ينزل لك البائع في القرعه، ماكيش عارفه الصلاحيه وانت تموت، راهي القرعه قعدت عند البائع تقعد لك بالعام. هاي الفكره اللي بغيت نوصلها لكم، انه نشري غير الحاجه اللي نستحق، من بعد كي نجي رايح نبغي حاجه واحده اخرى راه كاينين صوالح العيد لعام طويل.